بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نحط الصوت بالمشهد مالنا، ممكن نروح على الفولدر اللي فيه الويف. مثلا هذا الفولدر فيه الويف، نسحب الويف نقطه بالتايم لاين هني تحت عندنا. الحين نشوف انه طلع معانا الويف مالنا. اذا ضغطنا بلاي يعني هني السلام عليكم. راح نلقى عندنا صار الويف جاهز. طل من الدريشة شوف احنا الحين اذا بنغير مكان الدشة وممكن نقطع، وهذا في اذا رحنا على الويندو انيميشن اديتر، نروح على تراكس اديتر. بالتراكس اديتر راح نشوف الساوند. هني عندنا هذا التايم لاين، جميل. اوكي نقدر نحركه ونقدر نفس الشيء يعني هني نقدر نقدم الصوت ونرجعه على حسب ما احنا نبيه. شنو هذا؟ ها موبايل الكنتيكي. اوكي